لا يجهل أحد منكم أن الإنسان لا يكون عبدا صالحا حتى يعمل الصالحات، وليس هذا الذي قدمنا لنجيب عليه، لكن الذي قدمنا من أجله ومن أجله أقيمت المحاضرة أن نضع معايير ونضع يقينيات، من عرفها وآمن بها وتعامل مع الله بوفقها نال إن شاء الله أن يكون عبدا صالحا. هذه المعايير إذا أدركها العبد عرف كيف يتعامل مع الله. أولى هذه اليقينيات وهن سبع: أن يعلم الإنسان أن الله جل وعلا لا رب غيره ولا إله سواه، وأن خزائن كل شيء بيديه، وأنه خلق خلقه وهداهم النجدين، فمنهم قريب ومنهم بعيد، وأنه جل وعلا خلقهم وسخرهم بمقتضى القبضتين، فمنهم شقي وسعيد، وأن الأمر أمره والخلق خلقه، والكل عبيد له عبيد قهر وذلة، شاءوا أم أبوا. وفي الحديث القدسي أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني يطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني يغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل ذي سؤل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا أدرك المؤمن هذا يدرك أنه لا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا فوز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح ولا فلاح إلا في الإخلاص له مع توحيده وحبه جل وعلا. هذا ربنا تبارك وتعالى خلقنا وهو غني كل الغنى عنا، فمن تعامل مع الله وهو يعلم أن الله قادر على كل شيء إن اهتدى فبفضل من الله ونعمة، وإن ضل فبعدل وبما جنت يداه، إن تعامل مع الله على أن الله مطلع عليه، إن قدم الحسنى سيجازيه عليها وإن عمل السيئة سيجازيه عليها إن لم يغفر الله له، كان هذا من أعظم طرائق الوصول إلى الصلاح، لأن الإنسان إذا كان لا يعلم ربه لن يحسن التعامل مع رب العزة تبارك وتعالى. ولذلك ذكر الله جل وعلا في آيات عظيمة وعلى ألسنة رسله يعرف تبارك وتعالى بذاته العلية، وأخبر أنبياؤه ورسله كيف أخذوا يعرفون بربهم ويدلون الخلق على خالقهم جل وعلا حتى يحكموا عبادته تبارك وتعالى. يقول سبحانه بعد أن عرف بذاته العلية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما من شيء إلا وخزائنه بيد الله، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يعز ويذل، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأعظم الناس فرحا بربهم وصلاحا في أعمالهم أعلم الناس بربهم جل وعلا، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن روح العبودية يتمثل في محبة الله جل وعلا، روح العبودية يتمثل في محبة الله تبارك وتعالى. قال العلماء: إن المحبة كلما عظمت في القلب كان التوقير لله أعظم، وكان الإنسان للطاعة أقبل، وكان الأنس والسرور بالله جل وعلا أكمل. قال ابن القيم رحمه الله: من قرت عينه بالله قرت له كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. فالمؤمن لا تقر عينه بأعظم من رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وهو يعلم أن الله جعل الدنيا مراحل مطوية يبتلي ويختبر تبارك وتعالى عباده فيها،
حتى إذا قام الأشهاد وحشر العباد أدخل الله جل وعلا برحمته أهل الصلاح الجنة وأدخل أهل النار النار. كما أن المؤمن يعلم عن ربه جل وعلا أن الله خالق الأسباب وخالق مسبباتها، فلا يكون شيء إلا إذا أراده الله، ثم هذا الشيء مما أحبه الله أو مما كرهه الله إذا وقع يكون بإرادته تبارك وتعالى. لما تعطلت الأسباب عند زكريا طلب من الله الولد، فلما بشره الله بالولد تعجب قائلا قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، فجاء الجواب القرآني قال كذلك الله يفعل ما يشاء. ولما انتفت الأسباب ولم تتعطل، بل لا توجد أصلا في قصة مريم وأخبرتها الملائكة بأن الله سيرزقها الولد، تعجبت قائلة قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، فكان الجواب الإلهي قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمره فإنما يقول له كن فيكون. فهذه يا أخي أول الحقائق وأعظم اليقينيات وأجل المدركات، أن تعلم هذا العلم عن ربك تبارك وتعالى حتى يتيسر لك بعد ذلك أن تكون عبدا صالحا.